السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات، نتمنى تكونوا في أحسن حال وأحوال. إذا دائما معكم أستاذكم أحمد تازي ودرس جديد من دروس ديالنا. لأول مرة كيشاهدنا احنا قناة تعليمية، كنقدموا كل نهار درس جديد في مادة معينة موجه لمستوى معين. كنخدموا مع تلاميذ ديال الابتدائي، وكنخدموا مع تلاميذ ديال الإعدادي، وكنخدموا كذلك مع تلاميذ ديال الثانوي. كل نهار كنحطوا فيديو مختلف. اذا اجي انضم للعائله ديالنا، دير ابوني وفعل الجرس هكذا باش يوصلوك الجديد ديال الفيديوهات ديالنا، وتكون دائما انت الاول اللي كتوصل بهم. عندنا صفحه في الفيسبوك باسم قناه الاستاذ احمد تازي، وقناه في اليوتيوب احمد تازي شان اوفيسي. دير ابوني فعل الجرس باش يوصلوك الجديد ديالنا. إذا نبداو دابا الدرس ديالنا، تبعوا معنا عفاكم الفيديو حتى الآخر. Quelle question qui peut être intéressé par le témoignage de Daniel frère. Donc شكون هو اللي غادي يكون مهتم بهاد الشهادة الحية، الشهادة الحية نتاع دانييل فرير. Donc ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne. دونك هادو هما اللي غادي يكونوا مهتمين بالسفر نتاع بهاد الشهاده الحيه نتاع دانييل فرير. دونك غادي نكتبوا هادي، دونك سو كي سابريت، يعني اللي سابريت جاي من بري، يعني هما مستعدين. سابريت à rejoindre l'Afrique. À rejoindre l'Afrique. هادو من جهة. وشكون آخر؟ Et ceux qui cherchent à mieux connaître l'Afrique. Et ceux عاوتاني شكون هما الناس اللي يعني غادي يهتموا بالشهادة الحية نتاع دانييل. Ceux qui cherchent qui cherche à mieux connaître. يعني كاين شي وحدين غادي يبغيو يمشيو لافريك، هما هادو اللي سميناهم سابريت ا روجواندر، وكاين شي وحدين بغاو غير يعرفوا هاد الشهاده الحيه نتاع دانييل غادي تساعدهم انهم يعرفوا لافريك. دونك ماشي ضروري انهم يمشيو لافريك. Donc la deuxième question, quels sont les mots qui contiennent des accents dans ce texte? Donc غادي نحاولوا غادي نسيليكسيونيهم كاملين. غادي نبداو بالاكسون ايغي témoignage. هذا c'est un mot qui contient un accent aigu. Accent aigu, intéressant, accent aigu. Voilà donc l'Afrique. دونك هادو هما لي زاكسون ايغي لي كاينين هنايا، ربما الى بانت لينا شي حاجه من بعد غادي نلونوها. دابا غنمشيو لي زاكسون غراف. دونك كاين عندنا فرير، كاين عندنا تري، كاين عندنا ا اكسون معاودة عدة مرات، شيرش او كونيتر. فوالا دونك هادو لي عندنا فيهم دي زاكسون غراف. دابا لي زاكسون سيركونفلكس، يعني اكسون شابو. دونك هنايا كنا هما اللي عندنا فيهم دي شابو، دونك ما كاينش عندنا جو كوا. فوالا سابريت، سابريت هادي فيها اكسون، ها هي كونيتر كذلك، كونيتر. دونك هادو هما لي مو اللي عندهم دي اكسون. عندنا ا مكرر، دونك ا اكسون مكرر عدة مرات، ا اكسون. دونك غادي نكتبوهم. دونك عندنا تيمونياج، témoignage passionné, intéressant,
دونك هادو بالنسبه لي زاكسون ايغ. بالنسبه لي زاكسون غراف فرير، دونك فرير هنايا نسيت واحد تري اكسون. بالنسبه لي زاكسون سيركونفلكس كاين كونيتر وكاين ابريت. دونك هادو هما لي مو كي كونتيان دي زاكسون. لا كيسيون سيفونت، كيس سون لي لتر كي بورت سي زاكسون. اذا ها عاوتاني لا كيسيون، نشوفوا شكون هما الحروف اللي كيحملوا لي زاكسون. دونك عندنا هنا او، عندنا هنا او، عندنا هنا او 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 ا اي او. دونك الحروف هنايا السؤال على لي لتر. دونك في هذه الحاله عندنا او كتحمل اكسون، وعندنا ا كتحمل اكسون، وعندنا اي كتحمل اكسون. دونك هادو هما الثلاثه ديال الحالات اللي عندنا في هذا لو تيكست. دونك اون باس ا لا كيسيون 4. كومبيان ياتيل دو سورت داكسون اي كومو كا ابيل طون شاكان دو. دونك هذا هو الاخر، دونك داكشي اللي لونت انا. دونك il y a 3 sortes d'accent. Il y a 3 sortes d'accent. إذن عندنا ثلاثة ديال الأنواع ديال لي زاكسون، ثلاثة ديال الأنواع. كاين عندنا أكسون إيغو، دونك أكسون إيغو، دونك هي اللي لونت بلورونج، دونك إيغو، أن أكسون إيغو. كاين عندنا أكسون grave، دونك لاكسون غراف هو اللي لونت بهاد لا كولور. ثم عندنا لاكسون سيركونفلكس، اكسون سير كونفلكس، دونك هما اللي لونت باللون دونك هادو هما 3 سورت ديال لي زاكسون. دونك هادشي اللي دابا استفدنا في هاد جو بسيرف اي جو ديكوفر، بان عندنا 3 زاكسون، بان عندنا il peuvent être posé ou la mi sur e a i etc. دونك لا دوزيام اون باس ا جو مانيبول اي جو ريفليشي. دونك جو ريليف لي مو دو تيكست كي كونتيان دي زاكسون اي جو لي كلاس دون لو طابلو. دونك هاد لو طرافاي درناه انا جو سي با، ما كنتش عارف بان كاين هاد لي كاستيون هادو، لان ولكن حنا ديجا درنا هاد لو طرافاي، صنفناهم ديال ديبي. دونك عندنا بالنسبه لاكسون ايغو كاين عندنا تيموانياج، كاين عندنا باسيوني، وكاين انتريسون. انتيري انتيريسون، هنا لاكسون كاين سيغ. دونك هادو هما 3 مو ديال لاكسون غراف ايغو. دابا لاكسون غراف كاين عندنا فخير، لاكسون غراف كاين عندنا تري اكسون غراف، وكاين عندنا ا اكسون غراف. بالنسبه لاكسون سيركونفلكس كاين عندنا كونيتر، كما نسينا شي وحده حيت دايرين 3 3. دونك غادي نعاودو نرجعو نشوفو، لان كيمكن نساو شي وحده، لان لي زاكسون كيبانوش شي مرات. دونك اون فو فيريفي واش كاينه شي وحده سيركونفلكس بلا هاد. دونك كاينه عندنا هادي وهادي، دونك فوالا. دونك هادشي اللي كاين اكسون شابو، كنقولو لها شي مرات اكسون شابو. دونك دابا اون باس à la question suivante. Je cherche d'autres mots contenant les 3 sortes d'accents et je les écris. Donc هنا غادي نجيب من عندي d'autres mots. غادي نجيبو d'autres mots اللي ما كاينينش هنايا. اوكي وعندهم دونك غنبداو بالاكسون ايغو مثلا. دونك لاكسون ايغو مثلا دونك مثلا عندنا
بالنسبه للاليف مثلا فيها جوج، دونك اليف فيها اكسون غراف و اكسون ايغي. مثلا اكريغ، مثلا رياليزي، رياليزي سي كونتيان ان اكسون ايغي. مثلا ايتي، هذا سي لوكسيليير اتر او با لامبار. دونك هادو بالنسبه لاكسون ايغ. بالنسبه لاكسون غراف، بالنسبه لاكسون غراف كاين عندنا مثلا كاين سوكسي، كاين بير، كاين مير. بالنسبة لي زاكسون سيركونفليكس مثلا كاين عندنا شاطو، هناك ايضا اوبيتال، كاين لا فوري، كاين لي غيف، الاحلام. دونك هادو دي زيكزامبل اللي ديرنا بوكو. دونك لي زاكسون صراحه من بين اصعب ما كاين في اللغه الفرنسيه صراحه، يعني كيصعب شي مره تعرف واش كاين لاكسون الكلمه، يعني كيحتاج يعني الانسان خصو يكون يعني عنده واحد المستوى عالي في لا ديكتي باش يضبط لي زاكسون، من بين اصعب ما كاين في. دونك هنايا غادي نمشيو جو روتيان اون فرونسي اللي هي 3 سورت داكسون، لاكسون ايغي غراف سيركونفليكس هادشي راه حنا. دونك بالنسبه لاكسون ايغي كون مي اونيكومون سور لو او. دونك بالنسبه لاكسون ايغي هادي معلومه مهمه، انها كتدار فقط على الاو، ما كنلقاوهاش مثلا على ا ولا على اي. لاكسون غراف كون مي سور لو او لو ا لو او. اذا مثلا ها هما دي زيكزامبل، مثلا تري فوالا. اذا لاكسون غراف كيمكن نلقاوها على ثلاثه ديال الحروف هادو. بالنسبه لاكسون سيركونفليكس كيمكن اون بو كوافي توت لي فوايل سوف ايغريك، يعني كيمكن نلقاوها بالنسبه لاكسون سيركونفليكس كيمكن نلقاوها في جميع الحروف الا حيدنا لي فوايل كلهم ما عدا ايغريك. دونك هنايا غوماك سي اون كونسون اي دوبلي لا فوايل كي لا بريسيد نو بورت جامي لاكسون. دابا هنايا كيقول هادي قاعده، مثلا الا كانت عندنا واحد لا كونسون معاوده ما عمر تسبقها شي او اكسون. دونك هنايا لاحظوا او او سون اكسون، علاش؟ لان فاش يكون عندنا جوج ديال لي كونسون كي سون سويفي. دونك غادي نمشيو نطبقوا هادشي في لي زيكزيرسيس. دونك اون باس ا لا باج سيفونت. Je mets l'accent qui convient là où il faut. Donc, on a l'accent sur le moment. On a la sécurité. Il y a un accent qui est un accent qui est un accent aigu ou la grave. Il y a la sécurité. L'accent grave كان كونو كنفتحو الفم ديالنا واحد شويه، مثلا فخير كتكون عندها واحد. دونك هنا بحال هنا لا لوميير، لا لوميير لاحظتو كاين فرق، ما كتكون غراف يعني الفم ديالنا كنفتحوه واحد شويه، هذا هو الفرق. لا طومبيت، طومبيت هنايا اكسون سيركونفليكس. شاتو كذلك عاد شفناها اكسون سيركونفليكس. اوتيل كذلك اكسون سيركونفليكس. بالنسبه لا سيري الثانيه ايتا، ايتا دونك اكسون غراف، عفوا ايغو. لا فيت، لا فيت اكسون سيركونفليكس. غاتو سيركونفليكس. كونكيت، لا كونكيت حتى هي اكسون سيركونفليكس. كروازيير لاحظوا هنايا يير، دونك هنا اكسون غراف لان كنسمعوا داك لو سون ديال اي. J'écris correctement les mots mis entre parenthèses. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Mère, donc accent grave.
مير a visité visiter هذا c'est un participe passé donc هنا غادي فيزيتي غادي نحطوا له لاكسون في النهايه ايغو en égypte ce soir mon frère عندك frère père mère هادو كلهم عندنا لاكسون لان دابا خصكم توجدوا راسكم لا ديكتي لان واحد النهار الاستاذ في القسم غادي يفتي عليك دونك خصك انت تضبط هاد الكلمات عندنا هنا تياتر تياتر اذا كاين عندنا اكسون عندنا اكسون ايغي وكيتبعها اكسون سيركونفليكس على ا دونك تياتر بالنسبه الصراحه بين اكسون غراف و ايغي كاين لا ديفيرونس يعني سهل الحال ولكن بالنسبه لي سيركونفليكس خص مع السماعيين يعني مع الممارسه انتريسون هنا قلنا ما يمكنش تكون اكسون علاش لان تابعينها جوج ديال لي كونسون دونك لاكسون غتكون في الاول وغتكون ايغي انتي ماشي انتي لو كان كانت انتي غادي نقولوا اكسون غراف ولكن انتريسون سو ليفر انتريسون دونك لاكسون كاين هنا بير قلنا مير او بير او فرير سي لا ميم شوز اكسون غراف Donc on passe hôpital, hôpital accent elle a O, accent circonflexe, hôpital. Très, très, donc là, qui n'a le son d'IL E, donc très, accent grave. Déjà, je finis le BDF, donc on passe à Jumé Valley. Je réécris les phrases suivantes en mettant les accents là où il faut. غادي نعاودو نكتبو هاد الكلمات وغادي نحطو les accents في المكان المناسب. Donc cette mosquée, donc شكون هما célèbre. Donc غادي نشوفو شكون هما الكلمات اللي غادي نكتبو فيهم tout d'abord ومن بعد عاد نكتبوهم. Donc عندنا mosquée. Célèbre. هادو فيهم des accents. Château, فيها accent. À côté, côté. Ou à la forêt. هادو كلهم فيهم des accents. Cinéma. Intéressant. Déjà, je finis. Voilà. Progrès. Donc, musée. Succès. Très. Fréquente. Fréquente les visiteurs de nombreux pays du monde. Voilà donc les mots sur lesquels on va mettre des accents. Donc, quand on écrit un mot, mais le moment où on écrit, donc quand on dit des accents, donc quand on essaie de mettre les accents sur le mot le plus possible. Donc, on a la mosquée. Donc, la mosquée. Accent aigu. Elle a eu la facat. Célèbre. Donc là, je vais vous dire, je vais dire, c'est donc aigu. Lèbre. Donc, elle dit que c'est grave. Célèbre. Château. Château. Accent circonflexe. Elle a. À côté. À côté. Donc, elle est à côté. Accent aigu. Abada. A. À côté, la forêt, accent circonflexe, cinéma. Donc, il y a un cadron mis au bin, un accent grave ou aigu. Ciné, mais si c'est né, quand c'est né, on dit grave, donc aigu. Intéressant, on a l'accent réel à l'eau, là, dit là. Progrès, progrès, il y a un c'est un accent grave. Musée, musée, raccon aigu. ثم عندنا سوكسي لو سوكسي دونك سوكسي اكسون غراف سوكسي تري كذلك اكسون غراف
fréquente, fréquente, accent aigu. Donc voilà, les mots, les accents. Donc on passe à, deuxièmement, j'écris trois mots.